وعليكم السلام. السلام. نعم. بس دقيقة لغاية ما أقدر أعمل شير للسلايدز. الميتينج وأعملها من أول وجديد. تمام؟ كيف السلايدز؟ ها دكتور. طيب أول شيء أنا يعني بهنيك على النتائج المبهرة بالامتحان الكويز وامتحان السكن، ف يعني حقيقة إنه متميزين يعني الجروب كثير الفصل هذا، ف يعني بتمنى إنه يكونوا هم اللي حلوا الأسئلة بأنفسهم. الامتحان توقعت انه ما يكون سهل، لكن بالنسبة لكم كان جدا سهل، فبناء على ذلك يعني الامتحان النهائي راح يكون شوي مستوى اعلى شوي، بس حتى اتمكن من اني اميز بين الطلاب. في حد عنده اي تعليق على الامتحانات؟ طبعا الامتحانات نتائجها كانت شبه فل لكل طلبة تقريبا، يعني هذا شيء باعتقادي تاريخي بهذا الكورس، مستوى الطلبة جدا يعني عالي. في حد يحب يعلق اي شيء؟ أكل حال أنا راح أبدأ بشرح سلايدز آخر شابتر اللي هو 12. هذا الشابتر بسيط وبحاجة فقط لهاي المحاضرة، يعني رايحين ننهي هاي المحاضرة اللي هو موضوع البندينج. البندينج تخيل لو كان انت عندك بار، وهذا البار اللي نفترض انه يا يكون مصنوع من المطاط، ولو اجينا رسمنا مستطيل مثل ما انتم شايفين هون على جانب هذا البار اللي هو المطاطي، واجينا وضعنا ايضا بالوسط خط في وسط هذا المستطيل، بعد هيك اجينا طبقنا إما مومنت أو طبقنا فورس، جميع الأحوال هذا بيعمل بيندينج، بيعمل بيندينج. نتيجة لهذا البيندينج راح تلاحظ إنه شكل المستطيل صار مثل ما هو موجود أمامكم، إنه هاي الإج العلوية راح تصير أقصر والإج السفلية راح تصير أطول، واللي في الوسط تقريبا راح تصير مثل ما هي، يعني طولها مساوي لطول اللي على اليسار. فإذا هون صار عندي كومبريشن، هون صار عندي كومبريشن، هون صار عندي تنشن. بينما هذا ما صار فيه تغير في الطول، ولذلك بنقول إنه هذا السطح سطح ماله متعادل، نيوترال. نيوترال يعني لا صار في زيادة في الطول ولا نقصان في الطول. فبالتالي إنه بنلاحظ راح نجد إنه أي نقطة فوق هذا النيوترال راح تكون كومبريشن، أي نقطة تحت هذا النيوترال بتكون تنشن. الكومبريشن بيكون أكبر شيء على السطح العلوي، والتنشن أكبر شيء بيكون على السطح السفلي. لو انه اجينا قمنا بالبندينج بشكل معكوس شو راح يصير؟ العكس تماما، الكومبرشن تحت والتنشن فوق. فالهدف في هذا الشابتر انه انا احصل على ايكويشن، هاي الايكويشن احكي لك مثلا عند هاي النقطه كم قيمه الستريس ديو تو بندينج، لو نقول عند هاي النقطة كم راح يكون، عند هاي النقطة كم راح يكون، عند هاي النقطة على هذا الخط كم راح يكون على هذا الخط،
كم راح يكون؟ راح تجد انه الاسترس يعتمد على بعد النقطة عن النيوترال بلين او سيرفيس او اكسس. راح نجد بالإكويشن اللي راح أعطيكم إياها بعد قليل إنه إذا كانت النقطة على النيوترال فالستريس هون بيكون صفر، وإذا كانت النقطة فوق أو تحت فقيمة الستريس as an absolute value فقيمة مطلقة تساوي عبارة عن المومنت اللي بنحصل عليه من المومنت دايجرام في المومنت اوف انيرشيا للمقطع اللي تنتمي له النقطه، ام عفوا في بعد النقطه عن النيوترال اكسس او سيرفيس تقسيم الاي اللي هو المومنت اوف انيرشيا. هاي كقيمه، لكن ممكن يكون موجب او سالب. موجب يعني تنشن، سالب يعني كومبرشن. أنا ما بدي أدخل بالاشتقاق، هذا اللي هون بورينا كيف بنشتق الإكويشن. الاشتقاق ما بهمني حاليا كثير، ما يعني ما راح تفرق معانا بالنسبة للحل، عشان هيك راح أعطيكم الإكويشن النهائية وهي إنه السيجما تساوي ماينس أم واي أوفر آي. هي قيمة الستريس عند نقطة، لكن كأبسوليوت فاليو يعني القيمة المطلقة، لما نقول أبسوليوت فاليو القيمة المطلقة فماذا تساوي؟ تساوي MY over I. MY over I. طيب ما هو المومنت؟ المومنت هو عبارة عن الانترنال ريزلتنت مومنت، يعني أنت عندك بار، هذا البار يكون طويل، أنت في موقع معين، هذا الموقع أجيت قصيت في البار. لما تقص في البار يكون في عندك أنت اللي هو سنتر، هذا اللي هو عبارة عن السنتر. هذا السنتر أنت بدك تحسب حول الأكسس، طبعا بالسنتر هذا دائما أنت بكون في أكسس اللي هو على طول البار، وفي اكسس عمودي وفي اكسس هوريزونتال. احنا بدنا اولا نعرف انه النيوترال اكسس، في عندي نيوترال اكسس، هذا الاكسس اللي بمر بالسنتر، هذا الاكسس اللي المومنت بكون محسوب حوله. ما هو هذا المومنت اللي هنا بالمعادله؟ هذا المومنت اللي بنحصل عليه من المومنت دايجرام. المومنت اللي بنحصل عليه من المومنت ديجرام هو نفسه المومنت الموجود بهاي المعادلة. هذا المومنت هو مومنت حول أكسس بمر بالسنتر، هو مومنت حول أكسس بمر بالسنتر. هذا الأكسس بنسميه النيوترال أكسس. فأي نقطة تقع على النيوترال أكسس الواي إلها شو بتساوي؟ هاي الواي صفر صفر صفر. أي نقطة تقع على هذا الأكسس الواي بتكون قيمتها صفر. الآن إذا كانت الواي لفوق بالتالي الواي بتكون موجبة، إذا الواي لتحت بتكون سالبة، فبالتالي أنت بتعوض. حاليا عندنا هذا المومنت، هذا المومنت حاليا هو يعتبر إيش؟ يعتبر موجب. هذا المومنت بنطبقه حسب اللي هو، إذا بتتذكروا لما اشتقينا الشير والمومنت دايجرامز عملنا اللي هو الساين كونفنشن، إذا بتتذكروا كان في عندنا زي هيك، إذا قطعت وأخذت على اليمين أو أخذت على اليسار، فعلى اليسار كان هذا هو المومنت إيش؟ الموجب. على اليمين كان هذا هو إيش؟ المومنت الموجب. ولذلك انا عندي هذا، هي المومنت، هذا المومنت حسب الساين كونفنشن، هذا المومنت هو ايش؟ موجب. فاذا المومنت كان زي هيك فبنضعه هنا موجب، اذا كان العكس بيكون سالب، يعني لو كان هيك بيكون سالب، واذا كان البار موجود هون مثل ما حكينا، مثل ما موجود في هاي الرسمه، هذا بيكون هو الموجب. فبدنا نعرف إذن
انه كيف نعوض المومنت. فاذا كان عندك المومنت ديجرام، المومنت ديجرام الكيرف اذا كان من تحت يكون سالب، اذا الكيرف جاي فوق الاكس اكسس فهو ايش؟ فهو موجب. فاذا احنا بنعوض المومنت بالمعادله. هذا المومنت هو للسكشن ليس لنقطه، عند سكشن معين فكل النقاط اللي تنتمي للسكشن الى نفس قيمه المومنت. والاي ايضا للسكشن، كل النقاط اللي تنتمي للسكشن إلها نفس الآي، والآي أيضاً هو آي حول مين؟ حول هذا الأكسس اللي بمر بالسنتر. هذا الآي حسب شكل المقطع، إذا إنه دائري، فإذا بتتذكروا باي على 4 آر هو 4. إذا كان مستطيل بتروحوا على الأبندكس سي، بتطلعوا من الأبندكس قيمة الآي. وبناء على ذلك احنا بنطلع قيمة الام والاي. اذا الفرق داخل السكشن الواحد ما بين النقاط هو فقط مين؟ قيمة الواي. الواي هي اللي بتتغير ما بين نقطة ونقطة ضمن السكشن. لكن اذا رحنا على سكشن مختلف، لو اجينا هون فهذا السكشن له مومنت مختلف وله اي مختلفة، والواي طبعا تعتمد على النقطة ضمن مين؟ ضمن السكشن. فإذا ضمن السكشن الواحد الأم والآي بتكون واحدة، والأم والآي كلاهما حول مين؟ حول النيوترال أكسس. وين موقع النيوترال أكسس؟ دائما بمر بالسنتر، دائما بمر بالسنتر. والواي هو النقطة اللي بدنا نحسب عندها النورمال ستريس عن النيوترال أكسس. هذا الاسترس اللي بينشأ بسبب البندنج هذا نوعه ما هو؟ سيجما، يعني it is normal stress. إذن البندنج بيؤدي إلى normal stress قيمته سيجما. هاي السيجما بيساوي قلنا minus my over i. أما كابسوليوت فاليو فهو my over i، يعني إذا طلب منك كابسوليوت فاليو شو ما تكون المومنت موجب سالب نضعه موجب. الاي طبعا بطبيعه الحال دائما موجب، الواي موجب او سالب تضعه موجب. فلو اقول لك ما هي الماكسيمم ابسولوت فاليو، فالماكسيمم ابسولوت فاليو وين بتقع؟ على النقطه الواي اللي ابعد عن النيوترال اكسس، يعني بتكون اما على السطح العلوي او على السطح السفلي. السطح العلوي أو السفلي، إذا كانوا السطح العلوي والسفلي نفس المسافة بيكون على كليهما. أما إذا السطح العلوي أعلى من السطح السفلي أو أبعد عن السنتر فبكون على السطح العلوي، هو الماكسيموم الأبسوليوت ماكسيموم نورمال ستريس ديو تو بندنج. هاي الإكويشن اللي وريناكم إياها هي نسميها البندنج فورمولا أو الفلكسر فورمولا. الآن هذا الاسترس اللي إحنا بنحصل عليه، هذا الاسترس هو نورمال، فهو إما بكون تنشن داخل أو كومبرشن. كيف بعرف إنه تنشن أو كومبرشن؟ من الفورمولا. هاي الفورمولا هي نفسها فيها ماينس ساين، دائما فيها ماينس ساين، ما بدي الأبسوليوت. إذا أنا بدي اتجاه الاسترس فبدي أخلي هاي الماينس ساين. بعدين بنعوض الأم والآي، فإذا الأم موجب والواي موجب فكلاهما موجب فالنتيجة سالب، معناته بكون compression. إذا الأم موجب والواي سالب بكون positive يعني tension. وهكذا يعني أنت بتقدر تعرف الاسترس من خلال هاي المعادلة. فإذا كان الاسترس موجب يعني tension، معناته الاسترس وين بكون؟ طالع من السطح. يعني لو أجيت على نقطة معينة مثل هون وقلت لك الاسترس طلع الجواب موجب، انت بتيجي بتعمل مثلا زي هيك اللي هو المكعب اللي بتعرفوه، هذا المكعب مثل هيك. الان هذا السطح اللي ينتمي للسطح، بما انه تنشن فعلى هذا السطح بكون هذا اتجاه الاسترس، وعلى هذا السطح بكون اللي هو المعاكس. هيك بتكون انت عملت حاله ستيت أو ستريس عند هاي النقطة. حاليا
احنا صار عندنا ما يكفي من المعلومات لنحل اي سؤال على البندق. رايحين نوضح هاي الفورمولا. اذا هذا الشابتر هو فقط كيف نتعامل مع هاي الفورمولا، كيف نحسب الاسس اليوتو بندق. لو كان في عندنا هاي البيم، وهاي البيم عليها ديستريبيوتد لود يونيفورم مقداره 5 كيلو نيوتن لكل متر، لو أجينا قطعنا بهاي البيم في أي مكان هذا شكل المقطع، يعني هذا الشكل من وين جاي؟ من السكشن تاع البيم، ولكن هذا السكشن ماله مكبر، يعني إحنا قطعنا وأجينا نظرنا إلى السكشن بعد ما قطعنا من هنا، هيك اللي رايحين نشوف اللي هو على شكل مقطع على حرف الآي. هون السماكات 20 مليمتر 20 مليمتر 20 مليمتر، إذا هاي البيم سماكاتها المقطع تاعه هو 20 مليمتر. هون 150 150 وهاي الفلانج الوث تاعها 250 مليمتر. ما هو المطلوب؟ المطلوب determine the absolute maximum bending stress in the beam and draw the stress distribution over the cross section. وبدنا نرسم توزيع الستريس في المقطع. بدنا الابسوليوت ماكسيمم، عندنا السيجما ماذا يساوي؟ يساوي ماينس ام واي اوفر الاي. الابسوليوت بما انه بدنا الابسوليوت خلص بدنا قيمة مطلقة، معناته احنا بدنا فقط هيك اللي هو عبارة عن M Y over I. الآن يعني أنا ما بدي أهتم كثير بالإشارات، فقط بالقيم. أولا خلينا نجي نطلع على الآي. الآي هو حول مين؟ حول النيوترال اكسس. اين يقع النيوترال اكسس؟ في السنتر. وين السنتر؟ بسبب السيمتري احنا عارفين انه هذا السكشن السنتر تاعه هي هون بالوسط، اذا هذا موضع النيوترال اكسس، هذا موضع النيوترال اكسس. الان كونه بده الماكسيمم، فالماكسيمم بيحدث على النقطة الأبعد بالسطح. وين النقطة الأبعد بالسطح؟ 170 مليمتر، إما على السطح العلوي أو على السطح السفلي، هذول كلاهم ماكسيمم لأنه بده أبسوليوت. فإذا الواي أوريدي إحنا صرنا عارفين إنه قيمة الواي 170 مليمتر يعني 0.17 17 سنتي. ظل عندي المومنت وظل عندي الاي. المومنت رايحين نحصل عليه من خلال المومنت كيرف، يعني انا بدي ارسم المومنت كيرف، وبعد ما ارسم المومنت كيرف بحصل على الماكسيمم مومنت على المومنت كيرف، وبعد هيك بنحسب ايضا الاي. فخلينا نشوف الان قيمة المومنت. المومنت لو رسمنا اعتبروه زي اكسرسايز، طبعا احنا بنقدر بسهولة نرسم هذا الكيرف، انه عندك 5 الاريا تحت هذا الكيرف 5 ب 6 30، بيطلع عندك الرياكشن هنا 15 وهون رايح يطلع 15، فالشير ديجرام راح تكون تطلع 15 وبعدين بتنزل زي هيك بعدين بتطلع هيك، هذا بكون الشير ديجرام. هذا المسافة بتكون عبارة عن كم؟ 15. هاي الماكسيمم هي عبارة عن بتكون الاريا تحت الكيرف بالوسط اللي هو 15 في 3 تقسيم 2 بيطلع الجواب 22.5 كيلو نيوتن متر. إذا هاي القيمة هي الام ماكس. وين بتقع هاي الام ماكس؟ بالوسط. إذن على هذا السكشن N اللي هو A، هنا نجد أن المومنت يكون ماكسيموم، وقيمة المومنت ماذا تساوي؟
22.5 كيلو نيوتن متر، فالكيلو يعني في 10 قوة 3. هيك احنا عرفنا المومنت. اذا الماكسيمم نورمال ستريس ديو تو بندينج يقع على السطح العلوي او السفلي في وسط البيم. الان كم قيمته؟ بدنا نعوض. المومنت طلع 22.5 كيلو نيوتن متر، الواي تطلع 170 مليمتر، ضل علي احسب ماذا؟ الاي. الاي قلنا انها هي حول النيوترال اكسس، فانا بدي احسب الاي لهاي الاريا كلياتها تحت المقطع حول النيوترال اكسس. فكيف بدي احسب هاي هذا الاي حول النيوترال اكسس؟ رايحين نجزئ هاي الاريا الى اجزاء ونطبق البارلل اكس ثيرم. فانا عندي هاي الاريا سميها واحد، وهاي الاريا سميها العمودية 2، وهاي الاريا 3 نفس اريا مين؟ 1. وبالتالي اي حول نيوترال اكسس ماذا يساوي؟ راح يساوي اي لاريا 1 زائدا اي لاريا 2 ضرب 2، يعني 2 في اي 2. تمام. اذا احنا عندنا هذا هو اللي موجود، اي نيوترال اكسس يساوي اي 1 زائد 2 اي 2. كم المومنت اوف انيرشيا لاريا 1؟ دكتور بس بعد اذنك مش لازم 2 اي 2 ولا لا؟ اي 1. اسف ماشي، انا لخبط بالارقام. هاي 2 مظبوط، هاي اللي هي اي 1 بعتذر. نعم، اذا انا عندي 2 اي 1 اللي هي اقصد الاريا العلويه ضرب 2، واي 2 اللي هي ما في غيرها 1. طيب الان خلينا نيجي على الاريا 1 وبدي احسب المومنت اوف انيرشيا لها. ماذا يساوي؟ انا بدي احسب المومنت اوف انيرشيا لها حول مين؟ حول النيوترال اكسس. ما بقدر مباشره، احسب اولا حول مين؟ السنتر تاعها النيوترال، حول السنترودال اكسس تاعها. كم الايكويشن بتقول؟ 1 على 12 بي اتش كيوبيك. كم البي؟ 250. كم الاتش؟ 20. 1 على 12 في 250 في ال 20 تقريب. هذا شو بيعطيني؟ حول هذا الاكسس. انا بدي حول مين؟ حول النيوترال اكسس. بضيف الاريا اللي هي 250 في 20 ضرب مربع المسافة. كم المسافة بينهما؟ 150 زائد كم؟ 10 اللي 160. فإذا هاي بتكون عندي هيا الاثنين ضرب 1 على 12 البي اللي حاطين كل شيء بالمتر 250 في 20 تكعيب. هذه بتعطيني المومنت اوف انيرشيا لاريا 1 حول مين؟ حول الخط الاحمر اللي هو سنترويدال. بضيف الاريا اللي 250 ب 20 في مربع المسافه اللي هي 160 بين السنترويدال وبين مين؟ النيوترال. هيك بنكون طلعنا الاي ل 1 ضربناها ب 2. الان عفوا هاي لكل شيء يبدو، هاي في عندنا كمان الحد، هذا الحد مين هو؟ هذا حد اللي هو الاي 2، هي هون بالاحمر هي الاي 2. هذا الاي 2 لهاي الويب، فهاي الويب 1 على طبعا النيوترال اكسس والسنترودال اكسس بيتصادفوا انهم بينطبقوا على بعض، فما في هنالك بارالل اكسس ثيورم. مباشرة 1 على 12 بي اتش كيوبيك. كم البي اللي هو 20 وكم الاتش؟ 300 ملي متر. فهي الحد، والمحصلة النهائية بتكون 301.3 10 قوة ماينس 6 متر قوة
أربعة. الآن الواي قلنا 170، بنعوض بالمعادلة سيجما ماكس بساوي ام واي اوفر الاي. انا حاط طبعا هنا اللي هو الماينس، ما فيش يعني داعي، بس انا حبيت احط بالتفصيل يعني. فالاصل هي ماينس وهون بلس ماينس، فهي اذا موجوده على ايش؟ على السطح العلوي وعلى السطح السفلي، وقيمتها بتطلع بعد ما نعوض بالارقام اللي حسبناها 12.7 في 10 قوه 6 نيوتن بر متر سكوير، يعني ميجا باسكال. طبعا هي موجوده على السطح العلوي والسطح السفلي، لكن واحده بتكون موجبه واحده وين بتكون سالبه؟ مين اللي بتكون موجبه، على العلوي ولا على السفلي؟ علوي. على العلوي، خلينا نتاكد على العلوي. لا لا، السفلي لانه بسالب. نعم دكتور، اطلعوا احنا المومنت عندنا موجب ولا سالب؟ 22 ونص موجب. طلعوا على الكيرف، هذا الكيرف الام موجب، فاذا بنعوضه موجب، والاي موجب، دائما الاي موجب، اذا مين اللي رايح يحدد الواي؟ الان اطلعوا عندي الواي هون، فاذا انا عندي اصلا اشاره ماينس، وهذا موجب وهذا موجب، فاذا كان الواي موجب يعني على السطح العلوي فالنتيجه سالب، اذا على السطح العلوي هو بالسالب كومبريشن، وعلى السطح السفلي هو موجب تنشن. اذا كابسوليوت فاليو بنقول الابسوليوت ماكسيمم على السطح العلوي وعلى السطح السفلي، لكن لو بدي انا بالاشاره فبكون هو الموجب بالسطح السفلي وسالب بالسطح العلوي. هذا الجواب. طبعا لو المومنت كان هون سالب فالامور ايش؟ تنعكس، تصير الموجب على السطح العلوي والسالب على السطح السفلي. هذا بعطيك هو طلب كمان نرسم توزيع الاسترس على على السطح على الواي اكسس يعني. فاحنا اللي حسبناه هو 12.7 ميجا باسكال. هيو شايفين ال 12.7 وين موجود؟ على السطح. كم قيمة الاسترس على النيوترال اكسس؟ الواي صفر فبتكون صفر صح؟ صفر، فالجواب بيكون صفر. فإذا أقل قيمة بالوسط صفر، وأكبر قيمة هي اللي هي 12.7، هاي اللي 11.2 على عند نقطة بي، مش على السطح، لتحت شوية. الآن لو نيجي نتطلع على هاي الإكويشن، المومنت لكل المقطع قيمة واحدة، والآي لكل المقطع قيمة واحدة، فالأم على الآي هو قيمة، فهو عبارة عن كونستنت ضرب الواي. فإذا السيجما هو لينير مع مين؟ مع الواي. كل ما يزيد الواي السيجما بيزيد بشكل خطي، ولذلك اطلعوا هذا الكيرف هو بيعطيه قيمة الاسترس، بقول لك انه الاسترس يزداد بشكل خطي مع مين؟ مع الواي. يعني لو انا عملت هذا اللي هو اتجاه مثلا السيجما، مثلا هذا السيجما قيمته، وهذا الخط شو بيمثل؟ اللي هو خط الواي. فبتلاحظ انه هذا السيجما يزداد خطيا مع مين؟ مع الواي، فهو ببلش من الصفر وبيزداد لعند 12.7. لو اني اقول لك مثلا في مكان في الوسط، فانا بقدر اجزم انه راح يكون 12.7 تقسيم كم؟ 2 في الربع على 4، يعني ربع ال 12 وهكذا، اذا هي خطيه. لكن هذا شو بكون؟ حسب ما طلع معنا، من فوق طلع كومبرشن، ومن تحت شو طلع؟ تنشن. فطلعوا الاسهم كلها طالعه هون من اسفل، هي كلها ايش؟ بالتنشن، بينما هون كلها عامله كومبرشن. لو انت اجيت اخذت كيوب، هذا الكيوب من تحت من الاعلى هيو ماخذه، فبكون كومبرشن. لكن لما تاخذ اليمنت من الاسفل، اي اليمنت راح يكون طالع يعني تنشن، بتكون طالعه من السطح.
الآن إحنا هيك خلصنا. في حد عنده أي سؤال؟ ظل أعطيكم مثال آخر وبنكون هيك أنهينا هذا الشابتر. يعني هذا الشابتر اطلعوا، لو نيجي نطلع على هاي الإيكويشن، هاي المومنت إحنا عادة من بنحصل عليها من اللي تعلمنا في المومنت دايجرامز، الشير والمومنت دايجرامز، أو من خلال أخذ مقطع سكشن معين وبتأخذ مقطع وبتعمل فري بادي دايجرام وتطلع المومنت. الآي من الشابتر تاع جيومتريك بروبرتيز اند ديستريبيوتد لودينجز، والواي هو البعد عن مين؟ عن النيوترال اكسس، والنيوترال اكسس وين بمر؟ السنتر. فانت لازم بالبداية تعرف وين السنتر. احنا هنا عرفنا لانه سيمتريك، لكن اذا ما كان سيمتريك بدك تطلع قيمة مين؟ الواي بار، من خلال اللي تعلمناه بشابتر جيومتريك بروبرتيز اند ديستريبيوتد لودينجز. يعني كل شيء هون، يعني السكيلز والمهارات هي سابقة، فقط انت بتجمعها مع بعض وبتقدر تستخدم هاللي الحسابات بالتعويض بهاي المعادلة. فالشيء الجديد هو فقط هاي المعادلة، لكن الكوانتيتيز الموجودة بالمعادلة هي كلها أمور تعلمنا كيف نطلعها في السابق. عشان هيك راح يعني ننهي هذا الشابتر بشكل سريع. خلينا نعطيكم مثال آخر للتوضيح. عندنا هاي البيم. الآن هو مش طالب الأبسوليوت ماكسيموم في كل البيم، مو طالب الأبسوليوت ماكسيموم في كل البيم، هو طالب الماكسيموم في سكشن معين. لو طلب في كل البيم فعلى الأغلب أنت بدك تدور على الأم ماكس، الماكسيموم مومنت. الماكسيموم مومنت بتطلب أنك تعمل المومنت ديجرام كلها، لكن لأنه طلب عن سكشن معين مش في البيم كلها، فأنت كل ما عليك أنك تقوم بعملية قطع عند السكشن المطلوب وأنت تحصل على قيمة إيش؟ قيمة المومنت. بهاي الحالة بما أنه السيجما equals كابسوليوت فاليو مثلا أم واي أوفر الآي، لو قال لك في كل البيم أنت بدك تدور على الماكس مومنت وماكسيموم مثلا واي مثلا، لكن لأنه حددك بسكشن معين فالقيمة تاعت الأم للسكشن ثابت والآي ثابت، فقط أنت عندك الواي هو اللي بحدد الماكس، فالواي هو اللي راح يعطيك وين المومنت السيجما بيكون ماكسيموم. عشان هيك إحنا ما بنعمل مومنت ديجرام، كل ما علينا ناخذ مقطع عند سكشن AA ونعمل فري بادي ديجرام ومن ثم نحسب قيمة المومنت. هاي بالنسبة لمين؟ للمومنت. والآي أيضا بدنا نعمل حساب للآي بالإضافة للواي، بدنا نشوف قيمة الواي. هذا هاي البيم كيف شكل المقطع تاعها؟ اللي هو عبارة عن يو مقلوب، عبارة عن حرف يو مقلوب أو سي مائل بمقدار 90 درجة. أولاً إحنا بنعرف إنه الآي هو حول النيوترال أكسس. بما إنه حول النيوترال أكسس فلازم نعرف وين موقع النيوترال أكسس. قلنا إنه النيوترال أكسس بمر بالسنتر. بما إنه المقطع ما هو سيمتريك، معلش في معانا ثواني ورايح تنتهي الجلسة، فأنا بدي أنهيها وأعمل واحدة من جديد. بدي أعمل الآن stop share وأعمل end وأرجع من جديد. إذن إحنا لازم نعرف بالأول وين يقع النيوترال أكسس. قلنا الآي هو بنحسب بالنسبة لمين؟ النيوترال أكسس. وأيضا حتى المومنت، هذا حتى المومنت أيضا يحسب بالنسبة لمين؟ بالنسبة للنيوترال أكسس. يعني المومنت والآي هذول للسكشن يحسبوا بالنسبة للنيوترال أكسس. لازم نعرف وين هو النيوترال أكسس. بمر بالسنتر، والسنتر حاليا مجهول لأنه ما في سيمتري. إذن إحنا الآن الخطوة الأولى شو لازم تكون؟
نعرف وين موقع السنتر. الآن هذا السنتر هو احنا عارفين السنتر يقع في هذا المكان، يعني في سيمتري حول مين؟ حول هذا الاكسس في سيمتري. لكن بهذا وين بالضبط هو موجود؟ هل هو موجود هون؟ هل هو هون؟ هل هو هون؟ هل هو هون؟ يعني ارتفاع السنتر هو اللي مجهول، بدي اعرف ارتفاع السنتر. ارتفاع السنتر بدي احسبه بالنسبه مثلا للسطح ايش؟ العلوي اللي قيمته ما هي؟ بدي ارمز لها بالواي بار. فالسنتر يبعد عن السطح العلوي مسافه، بدي اسميها الواي بار. انت بامكانك تحسب السنتر بالنسبه لمين؟ للسطح السفلي. طبعا الجواب من السطح العلوي او السفلي يعني راح يعطيك نفس الموقع، لكن القيمة راح تكون مختلفة. لو كان مثلا الواي بار طلع 59، لو حسبته من السطح السفلي شو راح يكون الجواب؟ 200 ناقص 59 بالضبط، بيطلع 200 ناقص 59، مع انه رقم مختلف بس الجواب صحيح، لانه كلاهما يدل على نفس الموقع، كلاهما يدل على نفس الموقع. اذا انا بدي اعرف احسب ماذا؟ الواي بار. ما هو طريقة حساب الواي بار؟ summation y tilde ai شيكة تقسيم summation ai. فأنت بدك تجزئ هاي الاريا إلى أجزاء، وبالتالي انت رايح الجزئة الى ثلاث قطع، هاي القطعة وهاي القطعة وهاي، طبعا هاي متكررة. فبالتالي الواي تلدا في الاي، لا خلينا نسميها مثلا واحد، واي بنسميها اثنين، فهي عبارة عن لواحد زائد اثنين ضرب مين؟ اثنين. فما هي قيمة الواي تلدا لاريا 1؟ أو خلينا نحسب الاريا لواحد، حاليا واحد هي هاي، هاي واحد من هون، هاي بدايتها وهاي نهايتها، هذا المستطيل هو عبارة عن اريا واحد. كم الاريا هون؟ 250 ضرب 20، 20 في 250، هاي اللي هي عبارة عن اريا 1. هاي الاريا كلها بدي اضربها بماذا؟ الواي تلدا. كم قيمة الواي تلدا؟ ما هي الواي تلدا؟ وبعد السنتر لهاي الاريا حول مين؟ الريفرنس. وين الريفرنس احنا بالنسبة لنا قلنا؟ هذا السطح. كم يبعد؟ 10 ملي. بالضبط، يكون عبارة عن 10. هاي بالنسبة لأريا 1. الآن بالنسبة للأريا اللي بعديها بنقول إيش؟ 2. وبنفتح قوس، اللي داخل القوس هذا راح يكون مضروب باثنين، بنعمله لمين؟ لأريا 2. الأريا 2 كم هاي المساحة؟ 15 في كم؟ في 200. 15 في 200 هذا كله راح يكون مضروب بماذا؟ بواي. كم قيمة الواي؟ تلدا بالضبط، اللي هي عبارة عن 100. هيك انت تسكر القوس، هيك انت طلعت سميشن واي تلدا اي اي. الان الاريا اللي عبارة عن الاريا لواحد زائد اثنين في الاريا لوحدة من هذول الساقين اللي هيهم، شايفين اللي بالاقواس؟ هاي اريا 1 وهي عبارة عن اريا 2. فهاي اريا 1 اللي هي عبارة عن 20 في 250 زائد 2 في 15
ضرب 200. وانت الان راح تطلع الجواب، رايح يطلع معك الجواب بالمليمتر لاني وضعت الوحدات كلها في المليمتر، فانت ما في داعي تحول كل شيء للمتر، خلي كل شيء بالمليمتر، واخر شيء الواي بار لما تعوض بالمعادله بتعوضها بالمتر اذا بدك. هاي ال 59.09 مليمتر، طبعا احنا فارضين الاتجاه الموجب لتحت حاليا، بس هذا ما بيهمنيش، اذا احنا عارفين انه هذا السنتر يبعد عن السطح العلوي مسافه مقدارها 59 مليمتر. اذا انا عارف وين مكان السنتر. بما اني عرفت مكان السنتر فانا عرفت مكان النيوترال اكسس، حاليا انا بقدر احسب الاي. هلا بدي اشطب كل هاي الكتابه نشوف اللي موجود. هذا اللي عملناه، بس هو عامله بالكتاب بالميتر، فطلعه بالميتر او بالمليمتر. الاسهل نعمله بالمليمتر، يعني حتى ما نظن نحط بوينت بوينت بوينت، وممكن تغلط انت بالتحويل، كل مره بدك تحول ممكن تغلط، فخلي كل الارقام زي ما هي وطلع الجواب بالمليمتر. فانت بتحول مره واحده بدل ما تحول 1000 مرة، يعني هذول المليمترات. الآن إحنا بدنا نحسب، قلنا إيش الآي بالمعادلة. الآن السنتر طلعوا، خلينا نرجع هون، قلنا إذا السنتر يبعد 59.09. لما أنا بدي أحسب الماكسيمم السطح، الماكسيمم ضمن السكشن يقع عند النقطة الأبعد. وين راح تكون النقطة الأبعد؟ هل على السطح العلوي أم السطح السفلي؟ السفلي. على السفلي. كم بتكون الواي بالنسبة للسطح السفلي؟ 200 ناقص 59. بالضبط. إذا الواي بتكون كابسوليوت فاليو 200 ناقص 59، هي سالبة ما بهمنيش، المهم إنها بتكون كابسوليوت فاليو هاي قيمتها. أما إذا طلب الإشارة بنعوض بالواي موجب وبنشوف قيمة المومنت فيما بعد. الآن إذا الواي انعرفت، ظل أعرف الآي وأعرف المومنت. فخلينا نعرف قيمة الآي، نفس العملية، إنه بدي أجزئ هذا السكشن إلى مثلا أريا واحد وأريا اثنين، ونقول إنه الآي يساوي آي واحد زائد اثنين في آي اثنين. فطلعوا انا مباشرة حتى نريح حالنا من الكتابة. اذا انا عندي اية اللي هي اي واحد، اية عبارة عن اي واحد وهاي اثنين في اي اثنين، اي اثنين هيا في اي اثنين. الان اي واحد بدها تكون اكيد هاي هي الاريا، فطلعوا 1 على 12 البي 250، الاتش اللي هي 20، هي 250 في 20 تقريبا، 1 على 12 بي اتش كيوبيك. شو بدي اضيف؟ الاريا في مربع المسافه. كم الاريا؟ هي 250 في 20. كم مربع المسافه؟ المسافه بين السنتر تاع الاريا الصغيره والسنتر تاع السكشن. كم هاي المسافه؟ إذا كانت من هون لهون 59 ومن هون لهون بتكون 10، شو بتكون؟ 59 ناقص 10 اللي هي 49 مليمتر، بس بتكون تربيع. هاي بتكون عبارة عن المسافة. زائد 2 في I2، زائد 2 في I2. الـ I2 1 على 12، الـ E بتكون 15 والـ H 200 تقريب، زائد الاريا 15 في 200 في مربع المسافة. وين المسافة؟ أنا عندي هاي السنتر إلى هاي هون، هاي السنتر هون، والمسافة اللي هي هاي المسافة. إذا أنا بدي بين السنتر وبين النيوترال أكسس. هذا السنتر وين قيمته؟ هاي 100، اللي هو من السطح العلوي للأسفل 100، ومن السطح العلوي للنيوترال اكسس 59، فشو بكون 100 ناقصا
59. هاي المسافة اللي ما بين السنتر لأريا 2 وما بين النيوترال أكسس. هاي المسافة بتساوي 100 ناقص 59، يعني رايح تطلع تقريبا 41 ملي متر. بتكون طبعا مربعة، تطلع الجواب هو حاطه كله بالمترات، فقلت إنه الأفضل يكون بالمليمتر. فلو كان بالمليمتر بكون مليمتر قوة 4، وهاي بدل ما تكون ماينص 6 بتكون زائد 6. لما تحول المليمتر قوة 4 على متر قوة 4 بتعملها في قوة ماينص 12 تضرب بيطلع ماينص 6. هاي قيمة اللي هو الآي. في حد عنده أي سؤال على حساب الآي؟ ما في شيء جديد حاليا، يعني كله من اللي تعلمناه سابقا. الآن بدنا المومنت. لو نيجي نرجع على البيم، هاي البيم هو طلب منا يعني وخصص انه بده الماكسيمم في سكشن معين عند سكشن اي اي. فاذا المومنت لازم يكون بيعبر عن السكشن اي، يعني لازم اقطع في سكشن اي. فلو قطعنا اما باخذ اللي على اليمين وبهي الحاله بدي اتعامل مع السبورت، او اني بتعامل مع مين اليسار وما في داعي اني اتعامل مع السبورت. هذا هو الافضل انك تاخذ هذا السكشن. الآن محل ما قطعت شو بدنا نضع؟ بدنا نضع الانترنلز. الآن اطلعوا ما هي الانترنلز. الانترنلز راح يكون قلنا نورمال فورس وشير فورس ومومنت. بالغالب كان يطلع معانا بعض من هذول يطلع صفر، لكن الآن ما راح يكون في صفر. راح يكون عندي أولا راح يكون في عندي نيوترال، عفوا نورمال، وراح يكون عندي شير فورس، وهاي الشير فورس اكيد راح تكون وين؟ لا الاعلى. ورايح يكون عندنا ايضا مومنت، راح يكون عندنا مومنت، راح يكون هذا اتجاه المومنت هو الاتجاه الصحيح. هذا المومنت هو مومنت حول مين؟ حول النيوترال اكسس. فلذلك احنا لما ناخذ sum of the moments لازم نحسب sum of the moments about the neutral axis. طبعا انا مش حاط هذول بناء على الساين كونفنشن، فانا هذا المومنت بعد ما اطلعه راح يطلع الجواب موجب معناته اتجاه الفرد صحيح، لكن هذا الاتجاه الفرد الصحيح هو سالب بالنسبه للساين كونفنشن، ولذلك بعوضه بسالب. أو إنه قلت لكم الأفضل دائما إنك أنت تيجي تفرضه حسب الساين كونفنشن بيطلع هيك. هذا المومنت بكون هون الساين كونفنشن موجب. وبعد ما طلعوا إذا طلع موجب فهو موجب، إذا طلع سالب فهو سالب، وهو رايح يطلع سالب فهو سالب، يعني بكل الحالتين أنت بتقدر تعرف ما هو الصحيح. خلينا الآن نرجع و نرسم الفري بادي دايجرام. هاي زي ما عملنا الفي والان والمومنت. الان القوه هاي اللي كانت هون اجينا حللناها، خلينا نرجع لانه ما انتبهنا للتحليل. فهي هي 2.6، فبدنا نحللها. بنحللها بهذا الاتجاه اللي بتكون 12 على 13 في 2.6 رايح يعطيني 2.4، وهذا الاتجاه 5 over 13 في 2.6 رايح يعطيني يبدو انه 1 الجواب. ايوه الجواب هو 1 كيلو نيوتن، وبالواي بيطلع 2.4 كيلو نيوتن. بدنا ننتبه انه هاي الواحد هي على السطح، وهاي الواحد لا تمر وين؟ بالسنتر. وبالتالي هذا الواحد له مومنت حول مين؟ حول السنتر. الآن إحنا بدنا نأخذ نحسب اللي بهمني. أنا ما بدي الفي ولا بدي الآن، مش محتاجهم حاليا ولو سألني عنهم، ولذلك ما في داعي إني أحسبهم. بقدر يعني الآن مباشر راح يطلع 1، والفي مباشر راح يطلع 2.4. اللي أنا بحاجة إله بهاي المعادلة هو المومنت.
فإذا بنقول سم اوف ذا مومنت مباشرة خلينا هنا يعني أوريكو سم اوف ذا مومنتس اباوت ذا نيوترال اكسس از ايكوال تو زيرو وين النيوترال اكسس هي بمر هون بالسنتر وهو عمودي على الصفحة عمودي على الصفحة فبالتالي المومنت حول النيوترال اكسس ساو صفر بدنا نجد ما هي المومنت حول هذا الاكسس اولا هذا المومنت هو مومنت حول النيوترال اكسس وهو سالب حسب ما احنا واضعينه على اساس انه هذا هو ايش الكاونتر كلوك وايز هو الموجب فاذا هذا كلوك معناته المومنت هون سالب الان هذا الواحد لو نيجي نرجع له هون بيدور عكس عقارب الساعة فهو موجب وال 2.4 يلف عكس عقارب الساعة فهو موجب فإذا هذول موجبات ال 2.4 بنضربه بالمسافة اللي عبارة عن 2 متر والواحد بنضربه بهاي المسافة هاي المسافة اللي 59 ملي لكن نضعها حاليا بالمتر لأنه أنا الاثنين هاي كمان بالمتر فرايح يطلع معانا الجواب يساوي 4.859 كيلو نيوتن متر هذا المومنت طلع معاي موجب معناته الاتجاه الفرضته صحيح الاتجاه الصحيح اللي أنا احذرته يعني لو أجيت اطلعت على الساين كونفنشن حسب الساين كونفنشن هذا الاتجاه سالب فالمومنت هذا فعليا هو سالب لو بدي اعوضه بالمعادله مش ابسولوت اذا لو انا مهتم بالاشارات فلازم نضع المومنت از نيجاتيف الان اذا عندنا الماكسيمم راح يكون وين الابسولوت ماكس بيكون على السطح السفلي هنا الواي بيساوي قلنا 200 ناقص 59 يعني 140 9.10 مليمتر ومن ثم السيجما بيساوي ماينس ام واي اوفر الاي والام ماينس 4.859 كيلو نيوتن متر والواي هيها بس حطيناها بالمتر وايضا سالبه تقسيم الاي 42 في 10 قوه ماينس 6 متر قوه 4 بيطلع الجواب -16.2 في 10 قوة 6 نيوتن بير متر سكوير يعني بيطلع 16.2 ميجا باسكال هذا هو الجواب كأبسوليوت كأبسوليوت هو على السطح السفلي وقيمته 16.2 ميجا باسكال ولكنه هو ماذا كومبرشن لو أجى سؤال قال لك calculate the maximum tensile stress الماكسيمم تنسايل ستريس اطلعوا انا عندي هاي المنطقه هاي منطقه كلها ايش compression هاي المنطقه اللي في الاعلى شو هاي هاي تنشن في منطقة التنشن الماكسيموم وين موجود على السطح العلوي لو قال لك انه determine the absolute maximum tensile stress due to bending يعني انت فقط بتبحث عن اكبر قيمة في منطقة التنسايل فأكبر قيمة في منطقة التنسايل هي على السطح العلوي وليس على السطح السفلي لأنه هون بالأسفل إحنا بنحكي عن كومبريشن هو طلب منا نبحث عن في منطقة اللي هو التنسايل هيك إحنا بنكون حلينا هذا السؤال وأنهينا هذا الشابتر في حد عنده أي استفسار؟ احنا خلصنا الكورس وخلصنا العلامات من 50 علاماتكم كلها موجودة على النظام ما ظل علينا سوى الفاينل اكزام مبروك للي حصل على علامة عالية بدراعه واللي حصل على علامة يعني بقدراته الذاتية فبنتمنى له التوفيق بالفاينل والأشخاص اللي حصلوا على العلامة
عن طريق الغش. فهؤلاء يعني احتمال انهم ما يزبطوا على الفاينل، وبالتالي ممكن الامور ما تمشي زي ما بدهم، ونتمنى ذلك يعني، لانه ما بيستحقوا اي علامه حصلوا عليها. وانا يعني شفت بعض الطلاب بيلجا بالفيسبوك لطلب المساعده من البعض يساعدهم بالامتحان، يعني عيب عليهم بصراحه انهم يتصرفوا مثل هذا التصرف، ولازم يخجلوا من نفسهم انهم يعملوا هذا الكلام. طبعا كل واحد غش فهو يعلم بذات نفسه، قرارة نفسه بيعرف انه غش، فلازم يخجل من نفسه من يغش، وخاصة الغش العلني. يعني الغش العلني هو أسوأ شيء ممكن يتصرفه الطالب. إذا ما في عندكم أي سؤال بنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله لبقية هذا الكورس. السلام عليكم ورحمة الله.